باسم الفريق ككل بنرحب بمجلس النقباء للنقابات المهنية في هذا اللقاء. وأنا أذكر أنه من أول لقاءاتنا بهذه الحكومة كان لقاء مع مجلس النقابات المهنية اللي تابعنا فيها كل القضايا المهنية والمطلبية، وإن شاء الله هذا بيكون استمرار لهذه الحالة الحميدة من التشاركية. وبصراحة بحب أيضا أقول أنه يعني ما أنجز في الأردن في ما يخص الجائحة بقيادتنا الهاشمية وقيم الهاشميين التي أكدت وشددت دائما وأبدا أن الإنسان أغلى ما نملك، وانعكاس ذلك في قيمنا، قيمنا الدينية والاجتماعية التي تركز على التكافل والتآخي، وإحنا منشيل مع بعض ومنوقف مع بعض في الشدائد. هذه القيم اللي عبر عنها كل المجتمع الأردني وكل مؤسساته هي نقيض ما كنا نسمعه من كثير من دول العالم اللي كانت تقول لك مناعة القطيع والبقاء للأقوى والمسنين يعني بدنا نقول لهم مع السلامة، ويخالف كل قيمنا. وبالعكس احنا مش البقاء للأقوى، الحماية للأضعف، هذا مبدأ الأسرة. وبصراحة تامة يعني ما قام به المجتمع الأردني ككل ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، النقابات الصحية وكل النقابات في التأكد من استمرار العمل بكل أشكاله، ولكن يمكن أيضا في الخندق الأول الصحي، ومعنا هون النقابات المعنية كان إشي برفع الرأس الجيش الأبيض يا سيدي، وأكد هذه القيم. الواحد لما بنطلق من قيمه ما بغلط، وكان أداء الجميع هو تجسيد لهذه القيم. والحمد لله إحنا الآن في مرحلة منقول هل دخلنا على الأخضر، ضلينا بالأزرق، ومنطلع حوالينا ومنقول الله يعينهم والله يستر، وبدنا نحافظ على المكتسبات اللي حققناها. بصراحة المكتسبات كبيرة يعني، وحكينا فيها بالإعلام والكل. الاستقرار الذي تعبر عنه الحالة الأردنية، الاستقرار الصحي والأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والنقدي، بتطلع العالم كله على الأردن كهذا النموذج، إن كان كمستثمر ولا كدول العالم. فهذه نقطة قوة عظيمة لنا، علينا أن نبني عليها في كل سياساتنا الخارجية، في سياساتنا الاقتصادية، وفي حوارنا وتشاركيتنا حول أولوياتنا الوطنية. ومن هذا المنطلق بتيجي قضايا النقابات المهنية اللي مش بس حقها، واجبها أن تدافع عن أعضائها وتطرح قضاياها بكل تشاركية وحوار، وتحت مظلة القانون وتحت مظلة المصلحة العليا، حتى نستمر في هذا النهج اللي هو نهج وطن متكامل. أي شيء في غياب هذا القاموس اللي احنا عم نستخدمه بصير يقع في خانة أخرى، بنرجع لقصة مناعة القطيع، وبنرجع لقصة البقاء للأقوى، وبنرجع لقصة شريعة الغاب، وليس هذا ما نرتضيه. فمن هذا المنطلق احنا كل ما سعينا أن نفعله، إن كان في بعض القرارات الصعبة اللي كان فيها مثلا تأجيل للعلاوات أو دعم لبعض القطاعات اللي تضررت بشكل كبير، يعني هذا الخيار أنه طيب أنت إذا بدك تأخذ قرار، تأخذ القرار عشان تحمي من، ومين اللي بده يحمل؟ اللي بده يحمل هو الأقدر، هو الأكثر منع. لما شفنا شو صار في قطاعات زي السياحة، زي النقل، العاملين لحسابهم الخاص، عمال المياومة، كان واجبنا جميعا أن نقف مع هذه القطاعات. وإذا في مكتسبات
أجلناها ولم نلغيها لبداية السنة. وهذا ينطبق على كل يعني ما يجب علينا أن نفعله. إحنا اليوم لما بنقول التهرب الضريبي بالنسبة لنا اليوم غير مقبول إطلاقا وسنفعل، لأنه المواطن الموظف في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بتيجي الاقتطاع الضريبي أول سطر بالهذا اقتطاع الضريبي. طب هو ملتزم، ليش تكون بعض الشركات مش ملتزمة بينما المواطن ملتزم؟ وهو منأكد أنه غالبية الشركات والحمد لله ملتزمة ضريبيا، بتقوم بواجبها، وعندنا قائمة ذهبية كل مالها تتسع وتزداد في هذا المجال. بس هون أيضا مفهوم التكافل والأسرة الواحدة، إذا بده يكون عندنا نظام ضريبي لازم يكون عادل للجميع. فأنا أدرك أنه في الكثير من الشجون، من القضايا، من الطموحات، من الكذا اللي إحنا قادرين بالشراكة نشتغل معكم عليها ونحقق الكثير، كما حققنا من اجتماعنا الأول تذكروا عملنا مصفوفة وبدأنا ننجز فيها بالتدريج، وأنجزنا معظم الشغلات اللي ما بدها تشريعات أو قوانين جديدة، وبالتالي يعني أنجزنا الكثير، ولكن دائما هناك مجال للتطوير والتحسين. وأنا والفريق كلنا يعني آذان صاغية، وأظن أصحاب المعالي بالتواصل مستمر، بس خلينا نتابع مع بعض ونشوف ما هي أولوياتنا وشو بنقدر نعمل مع بعض عليها.